نيجي بقى كمان نوع من الاوبريتورز وهو اللوجيكال اوبريتور. فاللوجيكال اوبريتور في عندي لوجيكال اوبريتورز كتير، من ضمنهم الاند، من ضمنهم الاور، من ضمنهم النوت، من ضمنهم الاكس اور والاكس نور. بس احنا خلينا نتكلم على اشهر ثلاثة مستخدمين او اللي احنا هنستخدمهم كتير، يعني اللي هم الثلاثة دول. فخلينا كده ايه نبص عليهم واحدة واحدة. فانا هاجي هنا عندي في النوت باد بتاعتي، وهو حاليا ايه الموجود. انا دلوقتي هتكلم على الاند اوبريتور او الاند اوبرند. فخلينا ناخد اكزامبل. لو انا جيت مثلا كتبت هنا 5 equal equal 5 and مثلا 6 equal equal 6، فلو انت بصيت لحاجة زي كده، هي الخمسة بتساوي الخمسة؟ اه، فمعنى كده ان اول حاجة هنا بترو. طيب ترو and هي الستة بتساوي ستة بالظبط، ترو. فيبقى انا كده عندي ترو اند ترو، يبقى الفاينل ريزلت بتاعتي ترو. يبقى انت لازم الشرط الوحيد عشان الفاينل ريزلت بتاعتك تطلع ترو هو ان كل الاجزاء اللي ما بين اللي ما بينهم الاند اوبرن ان هم يكونوا بترو. طب انا ايه اللي هيخليني احفظهم او ليه اصلا احفظهم؟ انا هقول لك مثلا مثال. لو انت مثلا حد بتلعب بلاي ستيشن، فانت بتيجي مثلا وانت ماسك كده الجهاز اللي انت بتلعب بيه، اللي هو الجهاز الريموت كنترولر بتاع البلاي ستيشن. فلو بتلعب مثلا ماتش كوره وكافتراد، دوست مثلا على R1 مع X او ايا كان الزرارين اللي بتدوسهم، فاما بتدوس على زرارين مع بعض فبيحصل اكشن معين. زي مثلا انك لو دوست، لنفترض X مع مربع، فإكس مع مربع دي هتخليك تجري اسرع كافتراض. يبقى انت لازم تكون دايس اكس وفي نفس الوقت بتدوس مربع عشان خاطر الاكشن اللي انت عايزه يحصل يكون بترو فيتحقق. طب افرض انت جيت مثلا دوست على الاكس وبعد كده ما دوستش على المربع، فخلاص الاكشن اللي انت كنت عايزه ان هو يجري بسرعة مش هيتحقق. طب بعد كده مثلا دوست او ما دوستش على الاكس ودوست على المربع، فبرضه الاكشن ايه؟ مش هيتحقق. طب لو ما دوستش على حاجة خالص، فطبعا او طبيعي جدا يعني الاكشن مش هيتحقق. فدي كده الاند اوبرند. حاجة تانية مثلا او اكزامبل تاني للاند، لو انت مثلا عايز تعمل حاجة كوبي، فانت مثلا بتيجي تتعلم على الحاجة اللي انت عايزها وتدوس كنترول سي. فكنترول سي انت لازم تدوس كنترول وتدوس سي، لان لو دوست كنترول بس هو مش هيحصل حاجه، لو دوست سي هو يكتب سي هيعمل حاجه تانية انا مش عايزها. فانت لازم يحصل الايه؟ الحاجتين مع بعض. فخلينا بقى نتكلم على تاني اوبرند وهو الاور. وهتلاقي العلامه دي فين؟ هتلاقي عندك كده في الكيبورد في شيفت وفي انتر، وهتلاقي بقى فوقيه شرطتين كده، بس هم قريبين من بعض فبيبانوا ان هم كانهم خط واحد يعني. فده كده انت بتقول له او، يعني انت بتقول له ده او ده، فكده بتقول له ايه؟ ده او ده. هقول لك برضو اكزامبل عشان نسهل عليك الموضوع. انت دلوقتي لما تكون بتلعب اي جيم عندك بكيبورد، فانت قدامك حاجتين، يا اما بتمشي من الاسهم العاديه يا اما بتمشي من ال WASD. فانت كده بتقول له، كانك بتقول له لو انت دوست على الاب ارو، على الاب ارو يعني كانك دوست على الاب ارو فده كده بترو، او دوست على ال W فده بترو. فكده انت هتقول له ايه؟ ان هو يمشي يموف فورورد، او ان هو يتحرك في اللعبه لقدام. طب افرض انت دوست على الاب ارو وما دوستش على الدبليو، فهو برضه هيتحرك لان كده كده ده او ده بيشتغل. طب لو ما دوستش على الاب ارو ودوست على الدبليو، فهو برضه هيتحرك. طب افرض انت بقى ما دوستش ولا على الدبليو ولا دوست حتى على الاب ارو، فساعتها ايه؟ مش هيتحرك. وده كده كان بالنسبة للأور أوبرند. آخر واحد فيهم بقى وهو النوت. والنوت دي احنا زي ما اتفقنا كده هي بتنفي اللي بعدها. يعني لو انا جيت مثلا في الاكزامبل، خليها كده ناخد اكزامبل. لو انا هاجي مثلا هنا هعمل بوليان، عايز اسميه كونديشن، ده هيكون جواه مثلا، تعالوا نعمل اي حاجه راندوم كده، ان انا هقول له ان ال5 equal equal 6
4 ال 6 equal equal 6. فكده ده ترو او سوري ده كده فولس وده ترو وده الاور. يبقى الاور محتاجه على الاقل ناحيه واحده بس تكون صح. فلو ناحيه واحده بس صح يبقى كلها ايه صح. فلو جيت عملت هنا اس اوت للكونديشن ده وعملت ران فهيطلع ايه بترو. طب نيجي بقى للنط. بص بقى لو انا قبل ما اطبع الكونديشن دي قمت عملت كده نط. طب انت كده عملت ايه؟ هو الكونديشن دي حاليا بترو فاحنا قلنا ان النوت هي بتنفي اللي بعدها يبقى هي نوت ترو. فما اجي اعمل ران تاني تطلع لي بكام؟ فولس.